السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نعمل علبة كولا ونحط عليها الخامة المناسبة إلها. في البداية راح أجيب بلان وأحط عليها صورة علبة الكولا، أحط عليها خامة، والخامات بختار الصورة تبعت علبة الكولا تبعتي. ابحث عنها، هي عندي علبة الكولا هان. اوكي، اعطيها الصين للخامة تبعته واظهرها. ما عايز اخلي القيمة هذه نص او بوينت فايف عشان تيجي صورة، واعملها شيفتينج. انا عايز الصورة هادي، انا في شيفتينج باتجاه هذا. هيك انا حصلت على علبة الكولا، تهيألي طول والعرض جيدات. لقيت ابلش اجيب الاسبلاين تبعي واحاول اعمل علبة كولا مشابهة للعلبة قدام. نختار اسبلاين واختار اللاين وابلش. في عندي هالنقطة وهالنقطة وهالنقطة، هل في عندي نقطة؟ هن كمان واحدة. روح هيك لفوق جنب لتحت شوية، وبهيك شكل. اوكي، راح اجي انا اخذ نسخة عنها شيفت. غير ما شفت، لو انا خليت لونها ازرق يمكن احسن. شيفت واسحبها هيك شكل. اختار ريفرنس، اتاكد اني اختار ريفرنس، واجي استخدم مودفير اسمه ليث، ومن خصائصه اضبط اعداداته عشان يعطيني صورة مشابهة لصورة الكوكاكولا اللي عندي. اوكي، راح اجي اتاكد انه مسكر عندي تقريبا من تحت، من تحت مش مسكر كتير. راح اجي على اللاين اللي عندي هذا وبلش اعدل فيه. تيقلي المفترض هذا خوش لجوه شوية. اوكي، اتاكد من الجهة العليا برضو هي اللي في عندي ثقب صغير. اجي على هذه، عايزها تكون بالشكل هذا. اوكي، نيجي نحاول نضبط. انا عايز هذه تبقى شوية شفافة، الجسم تبعي تروح اعلم عليه والت اكس بصير عندي شفاف، وبحاول اعاير. احاول ارجع على الاسبلاين ونحاول نشوف من تحت. انا عايز هذا يكون سموث، او خلينا بزاير كورنر. حاول اعمل الانحناء الموجودة هان بيت الكولا فتكون بالشكل هذا. بدي تكون داخل شوية من هان. هدول تنتين لو انا عملتهم نقطتين هدول بزار كورنر وحاولت ادخل بهيك شكل. النقطتين هدول لفهم شوية لفوق، والنقطتين هدول لو انا عملتهم سموث بتهيألي بتكون امور جيدة بهيك شكل.
اعلم على علبة الكرة تبعتي كنترول اكس تعلم مناسبة اوكي راح اخفي هاي سيليكشن اسف كنترول زد راح اخفي البلان تبعتي هاي سيليكشن واخفي الاسبلاين مش عايزه هاي سيليكشن وهي عندي علبة الكولا علبة الكولا راح نحاول نشوف كيف بدنا نعطيها الخامة عشان تعطيني احساس انه هي علبة كولا حقيقية راح اجي استخدم ايديت بولي راح اعلم على المنطقة راح يبقى مكتوب عليها كوكا كولا وتبقى لونها حمراء واعطيها قيمة رقم الماتيريال اي واحد وسميها كوكا اوكي راح اجي استخدم هنا edit select inverse واعطيها قيمة 2 بسميها هنا metal يعني معدن اوكي راح اجي على الخامات اللي عندي راح اجيب الخامة هذه واخليها multi sub object اوكي الخامة هذه هي راح تحتوي على صورة علبة الكولا بيت ماب إيه انا عايز اختار الفورمات واحاول ادور بتهيألي هذه مناسبة الصورة وان كان حجمها كتير صغير وتحتاج شوية تعديلات لكن يعني هيك بكون محطوطة على علبة الكولا هذه هي راح تبقى تنحط في واحد انستنس وهذا راح تبقى في اثنين اللي هو المعدن عشان يكون معدن عندي انا راح ازيد اللمعة تبعته واجي احطه على الخامة اللي هان علبة الكولا عشان اشوفها بظهرها من هان هذا بظهره اوكي واضح ان المعدن ماشي وضعه لا بأس به لكن الصورة فيها مشاكل اول شيء مشاكل هذه الاصل في الصورة لو انا جيت على الصورة اللي عندي وحبيت اشوفها view image راح الاحظ انه الجزئية هذه انا مش عايزها هاي quality texture فانا ممكن اجيبها واتخلص منها بهيك شكل واجي من تحت نفس الطريقة وبالتالي انا بصير يعرض فقط اللي بين المربع اللي عندي هذا هذا اذا انا عملت ابلاي اعمل ابلاي راح الاحظ ان الخامة تغيرت مباشرة وتغيرت بالشكل هذا لكن الامر لا يزال غير مرضي انا في عندي خط اسود فيو اوكي هيك هي جاية بطريقة غير لائقة يعني فانا راح اجي اختار كوكا واطبق الموديفاير اللي اسمه UVWMAP انا معمول بشكل بلان واضح انه غير لائق المفروض انه يبقى سلندر شكل عندي سلندر اوكي برضو سلندر في مشكلة نحاول اعمله دوران بزاوية 90 درجة اسف اختار الجزمو واغير 90 درجة وبنفع في الأخير أعمله فيت عشان نضبط الإعدادات تلقائيا وبتهيألي أنا صار في عندي علبة كولا
تتهيألي مشقلبة، مبين صورة الزلمة هاي مشقلب واضحة انه فيها شوية تشقلب، وكوكا كولا مكتوبة هان. طيب انا بنفع اعلم عليها كمان مرة، ارجع الجزمو واعمل دوران بالاتجاه المعاكس 180 درجة. اوكي تخيل هيك هي معمولة بطريقة جيدة. هيك احنا عملنا علبة كوكا كولا بشكل مبدئي. اوكي، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.